very rude to bullshitters. So, bil Lebnani, Professor Taleb, تفضل كلنا ناطرينه. فينكيبيا بوليتيكا في جبل ما نخلصين فيه حطوا على الويب هيك عم لما ازهق المطار بزيد جملة بشيل جملة بقى مفتوح على الويب من هيك بقى اذا بدكم تتسلوا فيه ما بينقرا كثير بس انه هذا النص اللي وراه حكي بقى لبلش انا ب المبادئ اللي بدنا نحكي فيها هي عم بدي احكي عن المحلية وعن البونزي. في كتير عالم اجوا على البونزي بدنا يحكوا عن البونزي. كل واحد عنده حساب بالدولار هون. اجا بده يجي يحكي عن البونزي. في كتير عالم في عالم اجوا للمحلية بيكون ما عندهم خلص حسابهم اما هيك شيء اما متداينين. بقى ما عندهم. بقى رح احكي عن اثنين بلح بلش بالمحلية. وبنشوف لهم علاقة ببعضهم لانه بالمحلية ما بيسوى البونزي. أما إذا صار بونزي بصورة صغير ما بيضلوا 25 سنة وما في هلا بنحكي عن رمسيس 12 وكيف بيحنطونا كمان بيحنطونا فترة وكذا هيك ما بصير هيدي بالمحلية بنشوف لأنه العالم الأطوى دغري على الطايف بقى هيدي المقدمة مجرد فهم الكتب محطوطين في انسيرتو خمس كتب في تكنيكال انسيرتو تقريبا 75 مقالة ماتيماتيكية عن الموضوع اللي له علاقة بالانسيرتو. بدنا نبلش هلا افكاري كلها جاي من لبنان اكيد لانه انا ربيت هون وتركت من 43 سنة بس بتحسوا في شوية لهجة ثقيلة بس اوقات بيسألوني شو فريد تاكسي كاني ارمني اوقات اوكي في لهجة ثقيلة شوي بس جاي الفكرة وهي الفكرة skin in the game كيف هون هيدي هون next slide okay. skin in the game هي الفكرة انه ما بيحكك الله ظفرك اذا نبلش بهالمبدأ فينا نبين كتير من هالمبدأ انه ما في حدا يجي يحل لك مشاكلك احسن منك اما احسن منك مشاكلك احسن منك بعتقد بعد هالثورة بعتقد نبلش بالنساء ولنكمل شغلة هلا لنكمل كم شغلة عم تسمعوني منيح ولا اوكي لنبلش هلا ب برا ما عم يسمعوني اوكي الميكرو عم تسمعوا؟ هلا عم تسمعوا احسن اوكي اوكي لنبلش بلش أنا ببدأ المستعمل كتير بأمريكا اللي هي قالت لي هي عم تقول عنه ماجدة إنه إجمالاً ماني كتير سلس معهم ماني كتير ناحف معهم هن بسميهم الامتي سوت أما بي اس فندر كيف بتعرف الواحد بي اس فندر إنه كله مظاهر كوزماتيك ما عنده شيء إجمالاً تطلع بيقول لك أنا عندي هون شهادات من كذا يبلشوا بشهاداتهم إجمالاً بيلبسوا طقم مع امتي سوت مع كرافات ماني شايف منه كثير اما اجمالا لما العالم بيشوفوني بيخبوا الكرافات و حدا يطفي هيدا لانه حدا يطفي هيدا لما بقبعوا من هون بقبعوا من هون ايه لانه ورا اوكي سو هيدا بيحل الموضوع في فكرة empty suits لما لفاينمان امفيا فاينمان لما بلش لما راح على فلوريدا عم بيعمل تحقيق بكيف صارت ال تشالنجر كيف وقعت التشالنجر بتسمعوني هلا من احسن من هون اوكي 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 هلا عم تسمعوني اوكي طيب نبلش المحاضرة الطقم الفاضي بينعرف
بأولا بهذا بالتأم بلبنان إجمالا أنا دغري بعرف أنا ما عم بتطلع على الوضع كتير بس في الواحد يعرف إجمالا بيحكي لما يحكي بال قدام التلفزيون أو شيء تاني بيحكي بالنحوي إن هذا الذي حدث في الأوضاع الخاصة بعدين بيستعمل كمان كلمات كتير أبستراكت ما أنا واقعية كتير نظرية بيحكي بالنحوي بقى هيك نعرفهم دغري بلبنان الامتي سوت إذا بدكم تعملوا حكومة أما شيء تاني لقوا عالم ما عندهم هاتنين لأن 90% من البي اس فندرز إجمالا هيك بكل البلاد حتى بأوروبا هلا الواحد بيحكي مع أمه بيحكي بيقول لها لقد نظرت من وراء المقعد وكذا ما بيقولوا هيك بيقول لها طلعت من ورا الشباك واشياء هيك هيدي اللي ما بيحكي هيدا اللوكاليزم اللوكاليزم الواحد يحكي اللغه اللي بيحكي مع امه هي يحكيها بالبرلمان اما يحكيها بالمحل الذاتي اوكي طيب لنبلش بالسيستم السياسي كمان مبدا بالسيستم السياسي انه في زوبنه patronage rent seeking ما بعرف الكلمة بالعربي لأنه ما في باترونج بالعربي في زوبنة إنه أنا زبون فلان أما أنا زلم فلان نعم باترونج هلا باتروناج مثلا أنا بجيب عالم يعني بيخصوني بحطهم بمراكز حكومية محسوبية أوكي محسوبية سوري لا أيضا هون محسوبية أوكي سو محسوبية أوكي سو بقى المحسوبية هيدي المشاكل إجمالا والعالم ما بيعرفوا إنه الدولة بتنخلق للمحسوبية لأنه بدك توظف عالم لكذا بدل صرت توظف ويوظف واللي بيوظف بينجبر بسميها أنا ميتاستاتيك administrations هيدي ميتاستاتيك مثل بالسرطان الميتاستاز هي بتجي منها هيدي بقى عنا لازم نعرف إنه في الغني وفي الفقير بس كل الأغنياء مش نفس النوع في الأغنية اللي عملوا مصرياتهم بال شو اسمها هيدي المحسوبية والعالم اللي عملوا مصرياتهم خلقوا اقتصاد خلقوا شيء خلقوا شغل لغيرهم خلقوا حركة اقتصادية بل لازم نفرق بين اثنين بقى المشكلة انه في كتير في مجتمع ما بيميزوا بين اثنين بقى بيفكروا انه في كريزة بواحد بس في كريزة بالتاني وما ننسى انه في كتير عالم عم بيحرضوا عشو على الاشتراكية هي الاشتراكية ام الباترونج هي ام المحسوبية هي الاشتراكية هي الجافة على البلد ناصر مصر طلعوا بمصر العراق هذه هو نظام اشتراكي عملوا تأميم وعملوا اشي وهذا وطلعوا مثلا السوفييت يونيون الاتحاد السوفيتي القديم كان يعني مزرعة لبعض عالم يستفيدوا منه بالأول ببلش عنية منيحة بعدين بتعطوه 10-15 سنة وبيصور مزرعة بتعطوه 20 سنة زيادة بيصور ثورة مضادة بيصور مزرعة تانية وبينقلوا من مزرعة لمزرعة هي المشكلة الأساسية الباترونج بعد منحل الباترونج كيف بنحل الباترونج هلأ منشوف كيف هلأ فكرة المحلية localism انه ما ضروري الواحد يفكر باللوكاليزم كنظام سياسي في يكون نظام سياسي المهم انه في الحرية الفردية libertarianism ما بتطبق libertarianism الاناركيزم ما في كلام الا بالعربي لانه ما في كلمة libertarian لانه اللغة العربية ما حاسبة حساب الحرية الفردية بقى ما في لحزب مثل libertarianism بقى ما في والماكسيموم هي للشيوعية في الواحد ينقي هلا مثلا بالمحلية في واحد ينقي نظام شيوعي على صعيد معين أنا بلشت بالصورة أول صورة حطيتها الصورة اللي فيها الفارة والفيل شو الفرق بين الفارة والفيل الحجر هلا هيدي وشغلي بلشته بانتي فراجل ومن زمان العالم مفكرين انه المدينه الكبيره مثل مدينه صغيره بس اكبر الدوله الكبيره مثل دوله صغيره بس اكبر النظام السياسي اللي بيطبق بهي بيطبق بهيديك بعدهم بامريكا ما نفهمين مثلا بيرني ساندرز انه اللي بيطبق
مليونين بلشوا مليونين بال ب بالناروج مليونين هلا صاروا أربعة بالناروج بيطبع على دولة صغيرة في أمريكا 300 وشوي ملايين ما بيطبع عليها من هيك فكروا إنه مركزية بتمشي محل ما بتمشي محل تاني بقى هيك هلا رح نحكي على سكيل في شغلتين بالكومبلكس سيستم كمان ما في كلمة عربية بالكومبلكس سيستم بقى بستعمل هيدي الكومبلكس سيستم إنه أول شغلة هي سكيل بهم أكثر بكثير هلا أنا نطلع شو الفرق بين دبي والسعودية دبي أفقر من السعودية ما عندهم أغنى أوكي شو الفرق بين قبرص واليونان حجم شو الفرق بين سويسرا سويسرا والمشكلة تانية سويسرا والألمانيا عندهم تاريخ نفس النظام الحجم شو الفرق بين سنغافورة والصين نفس النظام أوكي هذا الحجم بقى الواحد لازم يفهم إنه في شيء بينعمل على حجم صغير ما بينعمل على حجم كبير إنه وكمان النطاق السياسي كمان لازم الواحد يطلع فيه حسب الحجم وحسب الرتبة بالفراكتور طيب لنكمل هلا قبل بعدنا عم نحكي على المحلية لأن بعرف كثير عالم بدهم بونزي بس لننطر شوي لما أنا بزور بلد لأعرف كأنه البلد ماشي عندي طريقة سهلة كتير شو هي؟ تطلع على الجريدة المحلية أبرخ عالم بالعالم السويسرانية هي البلد ماشي أحسن شيء تطلع بجنيف لي بلو لو أكثر شيء بيقروا أوكي جنيف فيو دو سييل طب يا عمي هيدي جريدة طب ما في حروبة وكذا وروسية عم يجتمع مع هيدا لا تطلع انتم بجريده لبنانيه وبتشوفوا اجتمع مدري شو مع فخامه مدري شو اجتمع كذا ورئيس وزراء هون بسويسرا بيحكوا بالمي بالكهرباء باشياء عندها تو ترو دو فروج ترو بو يعني وبيتشارعوا في كمان في فئات مش للدم بس تقريبا يعني هيدا الفرق بقى بيحكي كل ما حكي كبير سياسي كل ما شو ام في سو هيدي الطاقة شو بنسميه من هلا ورايح بلبنان؟ هيدي شو بنسميه؟ بي اس بي اس لا بنسميه نحن بنسميه بدلة فاضية لو منه لابس بدلة اوكي بدلة البدلة الفاضية هيدي هي البدلة الفاضية اوكي انه لو لابس لانه اوكي فإذا وفي كمان اشياء ما بيفهموا هلا في بنسميه globalization of a problem هلا الفلسطينية واليهود اوكي كل اللي في عالم بده يحطوا لهم مشاكلهم بأصله من فوق هذا بيس فروم ذا توب ما بيمشي كومبلكس سيستم ما بيمشوا الا بسميه من تحت لفوق بوتوم اب ما بتحل مشاكل بين شعب بمكتب فوق من عالم ما هيك ما بينحلوا مشاكل الجلوباليزم هلا المشاكل اللي عندنا اياها نحن هي منا تقريبا العالم عندنا نحن بيقروا جرايد وبيشوفوا بيقروا كتب مكتوبين مين توماس فريدمان هيز ا فراود أنا سوري طلعت بالإنجليزي فوق تحت الفناص كل شيء علاقات مشاكل كذا بيكبروها بأنه إسلامو بروغريسيست طيب أنه بيعملوها حرب بين إيران هلأ أو إسرائيل أنه ربحت إيران أكثر بلبنان طيب بالجلوباليزيشن المشاكل نحن عندنا لما نوع الصبح هي الطقس والمي والكهرباء مش إيران وإسرائيل إيران وإسرائيل نخليها لبعدين ومين هيدا عفشة جوتي جوتي يعني لما انحلت الامبراطورية الرومانية السود الرومانية هولي رومان امباير الامبير رومان سان تبع شارلمان خلص نهار الخلص عم يطلع شو هالعام قاعدين هيدا هول مهتمين اكتر بمش مشاكل بين صاحب الاوتيل وشخص تاني من ما هالشيء العظمي لانه ما في العالم معهم هولي رومان امباير بعدين شغلة ما ننسيها نحن اليوم وهيدي الفرنسوية يعني كمان مضايقيننا فيها انه سنة 1900 كانت الدول كانت الدولة Central State يمثل من 5-10% من المدخول تبع الدولة من الجي دي بي هلأ في بلاد مثل فرنسا بين 50-80% الاتحاد السوفيتي 100% لما الدولة تمثل أكثر من المدخول أول 5-10 سنين بيمشي الحال
بعدين بينهار. هلأ اليوم ما فينا نشبه الدولة قبل بالدولة اليوم، لأن الدولة الفرنسوية اليوم منا مثل الدولة الفرنسوية قبل. حتى لو بيقولوا نحن ما عندنا مركزية، لما لوي الـ14 كان عندهم مركزية، كان الملك منه ماسك شيء وما عنده انترنت حتى، وما إذا عنده إنه ما في يعرف شو عم بيصير. أوكي، سو هذا المبدأ الأساسي، إنه ما في مشكلة لازم تتصاعد فوق محلها. يعني مثل إذا بتخلي العالم يتفقوا بلكي بيتفقوا، ما تعمل عروبة ضد كذا وإمبريالية ونيوكولونياليست، هي كلها مشاكل كانت من أشخاص ومن هون لهون. ومين أكل بالضربة الفلسطينية؟ أنا في واحد فلسطيني بيقول لي كل يوم كل يوم كل يوم يا ريت سنة 47 خلونا لوحدنا كنا حليناها، وبيرجع 67 كمان يا ريت خلونا كنا حليناها، بعدين بيجي 73 يا ريت خلونا. بقى هيك عم عبر العالم، لو bottom up بيمشي الحال، top down ما في شيء مشي بتاريخ العالم. مش بتاريخ العالم، اثنين شغل مشيوا، ويستفاليا 1648 بعتقد، والشغلة الثانية اللي صارت هي كونغرس تبع فيينا 1815، لأنه الحروب ما كانت بين الشعب، كانت الحروب بين الملوك. الحروب بين الملوك بيتحلوا بين الملوك، الحروب بين الشعب بيتحلوا بين الشعب، ونحن ما ندخل بحروب بين الملوك يعني. طيب هلأ نبلش أنا بكمبلكس سيستم، لأفسركم كمبلكس سيستم كيف ماشي interactions وإشياء إيك من bottom up تعمل interactions. هلأ كمبلكس سيستم مجموعتنا هون، إذا بعرف كل واحد منكم نفسيته والسيكولوجي وكل شيء بيعمل، إذا حطيتكم كجماعة كسوق مثلا سوق تجاري أما سياسي، ما في اقدر اتنبأ كيف بيتصرفوا. لو تنبأت لو بقدر اتنبأ كيف كل واحد منكم بيتصرف، هيدي المشكلة. اهم شيء هلأ هون مين القائد تبع هيدي؟ ما في قائد. كيف ماشيين؟ كيف الطريقة؟ اوكي شايفيني وين جاي انا، جايبكم انا. مين القائد؟ انا القائد. هيدا الكومبلكس سيستم في ثلاثة انواع. الانواع عالشمال هو centralized، في دولة centralized، في تليفون centralized، في شركة تليفون centralized، في شيء بعد بشارع الحمراء BDL، في عملة centralized. أوكي أوكي، بقى هذا على الشمال. على اليمين في جمعية أنتوا أصحابكم بتزوروا، إنه ما بتطلبوا إذن من الدولة لتقدركم تعملوا موعد مع حكيم أسنان، بتروحوا أنتوا عند حكيم أسنان. هيك في على اليمين حسب نوعية الشغلة اللي بتشتغلوا فيها، هذا بسموها distributed systems، علاقات العالم بين بعض. في شيء بالنص اسمه decentralized network. decentralized network هلأ هون بالنص، مثلا مثل النودز تبع الإنترنت، بس مش مثل علاقات بين العالم، اللي أتبع العالم أقرب على هيديك. ولما الانتراكشن حال أنا عم صورها هيك، هي هيك بيصور النود مثل اليمين، بس صار بيتفسرها أنا. وهيك صارت الثورة، ثورة بيقولوا مين القائد تبعكم، مثل حدا بيوصل على الجزيرة بيطلع على الشجر، مين القائد أنت الدائرة العملية، لحتى إنه nature doesn't have a central planner. هذه هي كيف، لأنه bottom up، لأنه كل شيء فيه عنده interaction، علاقات بين الأشياء، بيصور bottom up. والbottom up غير شيء. هذه هون مثلا أنا قائد الثورة، أنا قائد الثورة، أنا أكيد كل واحد منكم بيعتبر حاله قائد الثورة، وهذا شيء منيح مش شيء عاطل. لازم يكون في سيستم يخلي العالم يعبروا هيك كمل، مش إنه تعين حدا يعبر عنك دائما وبعدين يتغير وبيعمل كومبيني مع حدا تاني وإشياء هيك، مثل بيصور بفرنسا. هلأ لقلك لقلكم شيء على الكومبلكس سيستم، مانا كتير معروفة، إنه العالم مفكرين من زمان إنه دي إن إيه في بلوبرينت، كيف إنه في خريطة، مثل أنا عم تعمروا بيت أما عم تعمروا غسالة، بتعمل غسالة بدك خريطة. سيستم كومبلكس، أنا الفرق بأنتي فراجل قلت لهم المبدأ الأساسي بالحياة إنه تفهم الفرق بين الغسالة والبسينة، on the main difference between a cat and a washing machine. Okay. شو الفرق بين الاثنين؟ واحد أورغانيك وواحد تاني شو؟
هي المركب ميكانيك ايه ما بيحمل الشوك. كل شيء مركب ميكانيكي ما بيحمل الشوك. المركب اورجانيك بيحمل الشوك. ما هي هيدا انتي فراجيل. بقى الاورجانيك مش بيحمل الشوك بس ما عنده شوك كامل ما بيمشي. هيداك المركب بده يعني هيدا المشكله. واوقات العالم بيفكروا انه هي شغله ثانيه. هلا الدي ان اي تبعنا بوتوم اب. العالم ما معهم خبر انه ما في السلولير سلول بتطلع مثل ما شفتوا العصافير. العصفور بيطلع بالعصفور لحده. السلول بتطلع بالسلول لحده مع شويه تغييرات. اذا هي بلون احمر انا بلون ازرق هيك هي وهيك. وبيبني كل شيء الحياه شيء من باتم اب. هلا في اشياء بتصير اوكي لشيل هاي الصوره لان في كلام. اوكي في اشياء كمان بتصير بالجمعيه نفهمها. هاي اللي اكتشفتها ليدي هون اوستروم. انا بس بحط ليديز هون ما بحط رجال لانه ضايع وقتي. اوكي بيعملوا خطابات رجال. اوكي الاوستروم فهمت شغله ما حدا فهمنا قبلها بال بوليتيكال ساينس باللي بيسموه علوم سياسيه. هي منا علوم. اوكي هي اكل هوا سياسي. بوليتيكال ساينس بوليتيكال سودو ساينس انه شغله بتصير. نقول نحن في عندكم في عندنا نحن عم نعمل. هي طلعت كيف العالم بيتفقوا على صيد السمك. هلا اذا واحد بيصيد اكثر من غيره شو بيصير؟ بيربح اكثر مصاري. بس شو بيصير للجماعي؟ بسموها اوفر فيشنج. لازم واحد يصيد بس مش كثير. نعم لا اوكي في اوقات في بقى بيتفق لما يكون مسكر ساك وبيعرفوا بعضهم ما حدا بيزعبر. لأنه بتعرف إذا كل واحد زعبر يربح هو بس كجمعيا بيخسروا. بقى في كتير إشياء في سموها هيدي the problem of the commons. هي بتفكر إنه لازم الواحد يسكر the clubs على clubs صغار مثل club. هلا حدا بيروح على بياخد طيارة إذا قاعد برا بالمطار ماني مرتاح بتصرفاتي مثل ما فوت على اللونج. شو الفرق بين اللونج؟ اثنيناتهم مسكرين الواحد ما فيه كاميرايات. لما الواحد يفوت على اللونج بيتصور بيتصرف بصورة غيره. بترك شنطه بروح على الحمام بخلي الكمبيوتر. هيدي هي في تراست اوتوماتيكلي. ليه؟ ما لانه هيدا لونج لانه مسكر. لانه باحسن ما يفتح شيء واحد كامل بيعمل مسكرين صغار. هلا بنشوف كمان كيف بتصير بالنظام السياسي. هلا بعدين هلا بيجي اكيد مبدا سياسي لسكيل. في الواحد يكون libertarian at the federal level. إنه على الصعيد أنا يميني متطرف على صعيد ال general. أوكي في الواحد يكون republican at state level. أوكي democrat at the country the county level. في counties بأمريكا حعيش بنيويورك أنا بكون ال county بصوت democrat بصوت republican هيدا بصوت لليمين فوق وشيوعي على الكوميون. وكثير هذا بقى في من هذا ستراكشر بمنع حدا يكون شيوعي. بس بقول اذا بتعمل شيوعي بلش بالكوميون ما تبلش من فوق لان هلا فوق فشلت. وفي بلد ما سامع فيه بس قالوا لي جنوب لبنان من وجد ما انا مكتوب على الخارطه سامع فيه المحل الوحيد اللي مشت فيه شيوعيه. شو عندهم جمعية 281 بعتقد فوق 281 ما بتعود تمشي العملية. ففي الواحد يعمل كوميون هيدا لوكاليزم. ومش نظام سياسي بس سيستم إداري. أوكي بعدين كم شغلة كمان نفهمها بالسكيل وبالحروبة وبكل إشياء وبالمعاملات بين العالم. أوكي هلا مثلا إذا بتروح بتشوفوا أنتوا القبائل العربية إذا رحتوا أنتوا عند القبائل العربية بالصحراء ضايعين واحد منا وصل شو بيعملوا؟ مين ما كان بيطعموه وبيشربوه ما هيك؟ اجوا اثنين كمان بيطعموه وبيشربوه. ايه؟ لا في عدد في عدد ما بعرف شو هو 10 5 81 79 بيجي عدد في بسموه سكيل ترانسفورميشن بيتغير القياس بيقتلوه.
هيك وهيك بيصير مثلا هلا بالضفه الغربيه بيجي واحد لابس ابوعه اوكي بيستقبلوه اوكي بيجوا اثنين ماشي الحال بيجوا اربعه خمسه ايه اوكي بيجوا عشره بيمشوا بالاحجار ما هيك هيدا الوضع هيدا الواحد لازم يفهمه بسكيل ترانسفورميشن وانه ما في شيء عاطل انه الواحد يسكر حدود يعني انه الواحد يكون عنده لانه بيحسوا حالهم العالم غير شيء هلا هيدا مكتشف من الصيفيه الماضيه هول هيدا الولف فويجر بروجكت يعني ال باللبنان الديب اوكي شو مجموع الديب دياب اما اوكي دياب بال اوكي شوف طلعوا هول دياب ما عندهم برلمان يتفقوا هول عندهم قبائل دياب هول تصرفوا هاي صيفيه كاميه طلعوا كيف بيعملوا دياب بيعرفوا لوحدهم لما حدا بيتدخل ما تدخل الولايات المتحده وما تدخلت امريكا وما هذا يعمل تصريح وما كان توماس فريدمان من نيويورك تايم يعلق بقى هيك اتفقوا لانه بالنهايه العالم ما بيحبوا الحرب العالم تاخذ وقت بتضيع وقت وكذا بفضلوا يعملوا اشياء بتزبط متفقين هيك وكمان سويسرا هلا نرجع مبدا سويسرا سويسرا بلد صار عنده حرب اهليه معكم خبر لما نحن تقريبا صار عندنا حرب اهليه صار عندنا حرب اهليه حوالي 10 سنين قبل 1860 خلصت 48 بعتقد 1848 وبين البروتستانت وال 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 نعم والكاثوليك وهن عندهم حظ كبير ما عندهم روم الروم عندهم روم كانت كملت الحرب لا لانه نحن كنا عقدناها بين اثنين كنا حربناهم اكثر فرق اوكي بقى هيدي سويسرا وعملوا عاملين الكونتونات هلا بنشوف كمان سويسرا هي البلد الاكثر بلد بالعالم في لا مركزيه ومن وقت هالحرب الاهليه عملوا اتفاق فيدرالي بين بعضهم ومن وقتها ما في نقطة دم وقعت بسويسرا وما في ما عملوا حرب على حدا لأنه المحلي بيفضل إنه ميته تكون صافية أوكي ما بيهم حروب بين ألمانيا وفرنسا ما عنده هالوهمية ما بيحبوا الحروب وهيك بنطلع الفينيقية هيك كانوا الفينيقية الكنعانية كيف بدنا نسميهم نعم بتسأل بعدين سيدي اوكي انا بشوف واحد عنده لحيه بيكون شيوعي بيحبوا هول ستيت انا ما عندي مشكله مع الشيوعيه انا عندي مشكله مع الدوله بيحبوا الدول اوكي هلا فرنسا اللي اجت لعنا خربت سوريا اذا في شيء خرب سوريا هي فرنسا كيف خربت سوريا فرنسا وصلوا على سوريا وصلوا كان حلب من اغنى مدن العالم مش وقتها بالتاريخ عم بحكي من منطقة حلب لمنطقة حمص كان أغنى محل بالعالم بالتاريخ حتى منطقة حمص عينوا خمسة أمبراطورية رومانية أوكي بعلبك هن اللي عمروا يعني إنه شاركوا فيه من وحدة من تعميره كله هيدا أغنى شيء وصلوا الفرنسوية على حلب على الإيتا مودير حط بدك تزوق إنه بدك تفتح شباك ببلدية حد حلب بدك إذن من وين؟ من الشام بقى هيك بلشت المشاكل تبع سوريا بينما الفرنسوية هن ما كان عندهم مركزية ليه؟ لأنه ما قدروا الدولة بفرنسا ما قدرت تسيطر على فرنسا كان تبعت جيشها محلات تاني جوات فرنسا ما قدروا يسيطروا هلا السويسرانية فاتوا على سويسرا وعملوا شو مركزية على 3-4 سنين والفرنسوية لما طلعوا شحطوهم صار برجعت مشيت سويسرا كلا مركزية بقى أنه ولا نحكي هلأ شوي بمبدأ الكومبايا شو مبدأ الكومبايا أنه كيف نحل مشاكل العالم نحن نفس الشعب نفس الطوايف ونفس اللون ونفس الكذا منهدي إلين بعضنا ومنغني كومبايا على النار أوكي هذا مبدأ الكومبايا أوكي طيب هلا اوكي انا بعتقد لازم كلنا نعمل هيك كل يوم بس هيدا ما راح يحل المشاكل شو بيحل المشاكل معروف انه ما فيك تعمل روميت مع عالم فيك تعمل جار معه هلا نحن لما حدا حاطط
نفكر المرأة وال مرأة وحماتها بنفس البيت فكر فيها لما يكونوا جيران مع بعض كمان بيتفقوا كتير ما هيك أوكي بقى في مبدأ وهذا عملنا له تيستينج إنه people are better neighbors than roommates لما بيعرفوا هول حدودهم وهذا حدوده ساعتها بالتصرفات بيصير أحسن بكتير بقى أحسن ما واحد يعمل كومبايا وكلنا نعيش بفرد دار كل واحد كل بلدي بلديته وهلا أنا بفسر بعدين ما لازم يكون على أساس ديني بالمرة لازم يكون على أساس جغرافي هلا بنحكي فيه بعدين شرط تحت شروط ديمقراطية وكذا على أساس جغرافي مش ديني ويكون أصغر ما فيها الواحد يكون بس هيدا مبدأ الكومبايا لنشوف كيف مشي ليه سويسرانيين ما عملوا حروب وغيرهم عملوا حروب أولا أكيد بيخين مثل ما بيقولوا لك بأوسكار ويلز قال الطليان عندهم عم بيعملوا رينيسانس وكذا والفرنسوية عم بيعملوا أفكار العصر النور والفلسفة وإنجلترا عم تطلع بهالنظريات العلمية شو كان عم يعملوا؟ كوكو أوكي كوكو كلاب بس مشت سويسرا وحال أنا وقت بتطلع على التلفزيون شفت المعارضة السورية والنظام السوري وين اجتمعوا بسويسرا طيب وين لينين راح قبل الثورة على سويسرا بعد الثورة وين راحوا تبع تبع الحكم الإمبريالي سويسرا أوكي طب حدا يفسر لي ما حدا منهم قاعد بسويسرا طلعت الفكرة إنه إذا أني هونيك إنه النظام طبعا حيته ماشي ما طلعت حدا الفكرة الفرنسوية ما بتطلع بفكرته أوكي إنه ليه في سويسرا بيقول لك سويسرانية بيخين أوكي ما عندهم أدب أوكي ما عندهم أدب أوكي بس ليه في هالاستقرار بسويسرا ما إنه موجود غير محل لأنه اكتشفنا شغلة بتحط كل ما تحط حدود جوات بلد كل ما العالم يتفقوا طلعنا بيوغوسلافيا طلعنا بسويسرا أنا هيدا نيو إنجلاند كومبلكس سيستم انستيتيوت ماني داخل بهيدا دراسة بس عم بدخل معهم بكم شغلة نعمل مودلينج أنا بعمل نظري ما بعمل براتيك أنا من أميون نحن من ناظر ما نحب نفتيه بس اكتشفنا شغلة هلا طلعوا بيوغوسلافيا ما صار في دم لما الحدود السياسية أما الحدود الجغرافية إنه عندك جبل أما شيء تاني ما كانوا سوا ما صار في دم صار في دم بس المحلات هلا الواحد في زيد الحدود والحدودهم هني ما تنسي بقى الواحد ما ينسي سويسرا عندهم أربع لغات العالم ما بيحكوا سوا بلغات غيرهم كثير اوقات الفرنسوية بيحكوا انجليزي مع هوليك عندهم اربع لغات ودينين انه ما حدا يشارعهم بالكومبايا والوحدة الوطنية لانه ما بيؤمنوا بالكومبايا بشو بيؤمنوا بيؤمنوا بالكونتريات نعم مش بس هيك بالكونتريات بالعلاقات بالكذا وهيك وبس في اذا بتطلع انت البوتوم اب بيخلق كثير مشاكل محليه اذا بتطلع عندهم كثير مشاكل محليه بس ما في مشاكل لفوق هو عكس البلاد اللي ما في مشاكل هلا بنشوف نو نويز ديستريبيوتد سيستمز بيعملوا كثير حركات بس ستيبل فلكتواتنج ميفي تور بس هوليك لا العكس وبعدين في واحد صاحبي لبناني قال لي أبي عمي أنت عم تحكي بالبلديات في كتير فساد بالبلديات كان جوابي لا ما في كتير فساد بالبلديات أنت شفت الفساد بالبلديات ما طلعته والفساد وين موجود بالدولة العالم إجمالا بيفكروا بيروحوا على الوزراء وبيقولوا الحكومة الحكومة هي فيها الفساد هو مظبوط معقول عندنا إحنا عندنا في فساد وين ما كان بس إجمالا الفساد منه بالحكومة وين موجود الباترونج والفساد بالدوائر لأنه هول بيبقوا 40 سنة هناك ما فيك تحتلهم أنا لما خلصت skin in the game هو skin in the game هو المبدأ بدأ أنه لازم كل واحد يكون مسؤول عن اللي عمله من هيك بالبلديات بيبين أخطاء العالم بينما بالدوائر ما بيبين اتصل فيه شخص من إنجلترا
ما بده انه يقول اسمه، قال لي ليك انت من وين اثنين؟ قلت له شو؟ قال لي نحن بالحكومه ما بنفهم، ما معنا خبر شو بيصير هنيك. قال لي قال it's opaque administration opaque، ما في واحد بيبين، ما حدا بيعرف شو عم بيصير جوا، لانه بيعرفوا بعضهم انهم 30 40 سنه بيعينوا بعضهم، وواحد بيطلب من شغله من شغله بيقول له ايه اوكي اكيد لا تلفن لا بيعقد لك اياها لا ما يعمله اوكي بقى ما كثير اوبيك الادمنستريشن هيدي. هلا عم كمل اكيد ناطرين البونزي، هلا بنوصل للبونزي، عم كملكم بالاشياء بالنسبه للمحليه وكيف بنوصل للمحليه. في كم شغله المشاكل كمان انه ليه الواحد لازم محليه، لان في شيء بسميه انا minority rule، في شيء بسميه في بسموه majority rule. توكفيل امريكا، هلا لاحظوا شغله، العالم فاكرين الديمقراطيه بتبلش بالديمقراطيه بتوصل المحليه، لا الدولتين لما كان في كونغرس فيينا اجتماع فيينا 1815 كان في بس دولتين ديمقراطيه، شو هني؟ الولايات المتحده بامريكا وسويسرا، واثنين فيدراليه ما كانوا، واجت بلشت بالفيدراليه وطلعت ديمقراطيه، انه بلشوا الضياع. هلا الضياع ما كانوا ديمقراطيه لجوا، الضياع يتعاملوا مع بعضهم مثل الاشخاص بالديمقراطيه وهيك بيطلعوا لفوق، والستيتس بامريكا الولايات بقى لحظه ما بعرف استعمل هيدا منيح اوكي الماجوريتي رول وما في minority rule. لنرجع على شو majority rule. majority rule انه شخص تفرض، هلا مثلا نطلع بالعراق، انا majority rule فسرت انه واحد لازم يمنع majority rule بهيدي، في شخص اسمه عمر موسى سميته لوجهه أنتي سوت، كان وقتها رئيس اللجنة العربية، قال عم فسر انا، قلت له ايه بمصر مثلا عندكم انتو اقليات اقباط ما هيك؟ بتقول ايه لا نحن ما، بس بما انه هنا اقليات اوكي منه متوزعين اقليات، بيصير عندك يعني نوع من دومينيشن، بيصير عندك نعم قمع على هالاقليات، مثل بس هلا في شيعه بالسعوديه، في قمع على الشيعه بالسعوديه، لان ما في هاي الماجورتي هذه نعم، في 5 مليون شيعه بالسعوديه بالمنطقه الشرقيه والبترول لهم اوكي لأن الواحد يقولها قمع من فوق لتحت على الطبقات، مثل تحت صدام كان كمان نفس الشيء بالعكس على الشيعة. بقى الواحد بيطلع بالواحد بيشوف انه لما بيقولوا له نحن ما في طائفية عنا no sectarianism ايه، بيكون في سكت عم بتقوم على هوليكي، اذا بتقسم بصورة صغيرة مثل لبنان كان متقسمين عكس سوريا، ساعتها ما في سكت، ما في سكت سيطرت على غيرها هيك. بقى هيدا ما في ليه؟ لانه ما عندنا ماجوريتي رول. ماجوريتي رول هي من هيك بنيوا الامريكا مبنيه بصوره انه ما في ماجوريتي رول. والمينوريتي رول اضرب من الماجوريتي رول. مينوريتي رول انه مثلا انا لاحظت بامريكا انه اذا مثلا مينوريتي بس منهم لينين ما بيقبلوا بال نعم عنيدين ايه بسميها minority. مثلا بامريكا 0.3% من الشعب كوشر اوكي كشير، انه بياكلوا مثل الحلال تبع اليهود اوكي، لا 370 بعتقد 560 قاعده ايه، بس 100% من الليموناده بامريكا شو كشير. ليه؟ لانه الكاشير ما بيشرب عادي، بس العادي بيشرب كاشير ايه. هيدا المينوريتي روم تطبع كثير اشياء، في عالم ما بيقبلوا بهيدا وهليك بيقبلوا فيه، ساعتها بيصير في عندك نوع من طغي المينوريتي. بقى الكانتونات بسويسرا ما عندك ماجوريتي رول، ما عندك في مينوريتي روم من ورا هيدي، هلا بعقد عليها اكثر. الماجوريتي رول كمان بيطبقوها لما واحد بيطبق ماجوريتي رول ضد الاقليه، بيصيروا يعملوا مثل هول البوست سمين بوست كولونيال ستاديز، بيقولوا لك ايه نحن بنساعد الايرلنديه لانهم بدهم استقلال ذاتي، وبيستعملوا لغتهم ضد الامبراطوريه البريطانيه وما تبقى منها ما هيك.
هيدا كان الفلسطينية كانوا يدعموا الإيرلندية. بس إذا عملت نفس الشيء بلبنان شو بيسموه؟ فاشيست عنصري كذا. إذا واحد بيعمل قال بيسموه فينيشينيزم عنصري. أوكي؟ هيدي بيجربوا يطبقوا العروبة هي ماجورتي رول. من هيك هي المشكلة بالعروبة. ما في نيوانس بالعروبة وما في the no fractal layers وهلا بنحكي فيها. طيب لنوصل على لبنان هلا. يعني كيف بتطبق هيدي ما شغلتي. انا قلت لكم انا من يوم حب الناظر. بس في اشياء مبادئ اساسيه الواحد لازم يعملها. انه اللا مركزيه ما بتمشي. اللا مركزيه الواحد لازم يعمل اكثر من اللا مركزيه. لازم يعطي الضياع. اما الواحد يقرر انه هاي بتنتخب بيروت بيكون 5-6 ضيعات اما 5 ضياع اما 3 ضياع اما ضيعتين كيف ما كان. الواحد يصغر خلي الضياع وضياع يعمل يتفقوا سوا يعمل الضياع. انه الضياع هيدي سبسيدياريتي بتقرر بالضيعة. ما هيك ما فينا نعمله بالضيعة مثل سكة ترين من هون لاسطنبول اوكي فيرست كلاس وكذا اورينت اكسبرس دولي فيها تعملوا الضيعة بيبقى بالضيعة. هذا ماكسيمم ديسنتراليزيشن. طيب هلا لنوقف هون كذا ونوصل للبونزي ونحل الاشياء سوا. بس لازم الواحد يعرف كمان انه عندي من مبادئ ببرينكيبيا بوليتيكا انه ما في حدا يفرض على حدا هويه لا كانت سياسيه ولا كانت ثقافيه. انه نحن اذا نحكي بهاللغه لغتنا ما حدا يجي قلنا انتو لا ما لازم تحكوا بلغتكم لازم تحكوا بالفصيح ان تتكلم بكذا ببلشوا. ما بحب احكي لغتي بحب احكي انا ايراني شغلتي معي بسويسرا ما حدا في يمنعك شرط انه ما تفرض علي ما تفرض على جارك وجارك ما يفرض عليك. هول مبادئ الماشية. نحن عملنا دراسات كثيرة عن لوكاليزم كمان مع بيير زلوع انه نحن باي منطقه موجودين. نحن بالحرب اكثر شيء نحن خلقنا المتوسط مش نحن المتوسط نحن خلقنا المتوسط. واقرب شيء علينا نحن مين اي شعب اقرب شيء علينا الاتراك. هيدي هي الاتراك اكثر شيء الاناطوليه. نحن جايين من اناطوليا والعلاقات التجاريه مع مين اكثر شيء مع الاتراك. اليونان هن جايين كمان والاتراك نفس الشعب بس ما معهم خبر. فرجيكم النقطة أنا هون. عندنا نظرية وين فيها زلوعة هون. دكتور زلوعة هو اللي اكتشف إنه في وجود فينيقي. في فينيقي وعندنا إياه كلنا اللبنانية وما تغير الجين كثير مع الزمن. مش مثل بقول لكم مرقوا الطريق كل الشعب. نحن ما تغيرنا كثير. وطلعوا هيدا اللي بياكل هالأكل عنده نفس الجين. نفس واللي بيرقص هالرقص هيدا أناطولي من كريت نفس الشعب. اوكي وطلعوا الاكل وطلعوا هلا بالازرق هون جيتوا على شمال سوريا وجنوب ايطاليا كمان وشمال شمال ايران وشمال العراق لازم نكون مشمولة. نفس الشعب نفس العقليه نفس الكذا ونفس الطرق نفس الثقافه. ننسى نحن انه في نفس الجينز. ننسى الجينز نفس الثقافه نفس الثقافة. هيدا اللي ببين طلع بالأكل وخلاص عرفنا وين 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 منحطنا نحنا وين علاقاتنا تاريخيا كانت وكيف كنا نحنا منظمين. كنا منظمين كمدن وهالمدن ما بيحبوا الحلب والفيني ما يحبوا الحلب. شو يحبوا؟ تجارة. بقى لما إجا نبوخذ نصر شو قالوا له؟ قالوا له ليك بتقتلنا كلنا وبيجيك 100% من صفر. بتفضل يكون عندك 5% من شيء كبير. بيكون قال لهم ان ابو خزنصر 10% بدي اوكي خلاص ستلمنت 10%. بقى منك اي جيش لما عم تعمل مصاري لانه ما حدا فيه يحتل بلاد هيك ويكون حمار. اوكي بقى كان عندنا ما كان عندنا نحن ما كان عندنا بوليتيكال بريزنس كان عندنا نحن. شو كان عندنا؟ كان عندنا المصاري وما احتلونا كم جيش ما عم نلاقي الجينز تبعهم. وين البروفيسور زلوعه؟
هون بعد هون ايه راحوا هون اوكي قاعد على الارض ايه لانه ما ايه لانه ثوره مش بتقعد معه خلاص لانه هو ما هو انا بدي اتشكر سوري مجدة والبروفيسور زلوعة لانه نظموها وكلها هيدا طيب هلا ما زال بلشنا هلا ما بدي نزعلكم سهرتكم بس لنحكي هلا بشو عم بيصير نعم سامعين بالبونزي حدا يفسر لي البونزي كيف بتصير البونزي هيدي هي بياخذ منك هلا في اجمالا بونزي بياخذ من هون وبحط هونيك بس هو كيف عم بيصير عندنا بالبونزي بياخذ من هون وبرجع بياخذ من هون اوكي وبعدين في شيء اسمه في شيء اسمه هندسه ماليه بتسمح لك كمان تاخذ من هون كمان سكوير كمان تكمل هيدي القصه هلا بنشوف ليه عم بحكي على البونزي لان اختصاصي انا كيف البونزي بينهار اوكي ثاقبت البونزي بينهار ما في بونزي منهار ما في لهلا بونزي منهار هلا حدا بيقول لي الحكومات لما بيعملوا كتير دين كيف ما هن بونزي بقول لك لا منه بونزي ليه؟ لانه اي دقيقه في يجي لعندك في شغله اسمها ما بعرف كانوا سامعين فيها اسمها مطبعه اوكي؟ بيجي هون بالبونزي اذا الحكومه الامريكانيه بدك منها مصاري تجي بتقول له اعطيني انا ال 100,000 دولار بيعطيك اياهم هون هون بطبعناهم طازه وبعدهم سخنين اوكي؟ هلا البونزي ببلش لما انا سالت كانه في مطابع دولار بلبنان مسموحه طلع ما في ما قالوا انا سالت البنك الدولي طب انا قلت طيب معه خبر انا سالته قلت له معه خبر رمسيس رياض انه كانه لا رمسيس لانه بكره بيحنطوه كمان بيخلوه هونيك معه خبر انه فيك ما فيك تطبع بالدولار ايه في يطبع باللبناني اللبناني ماشي انا ما بعتبره بونزي اللبناني مس مانجمنت بيسموه شو ما سميناه ايه بس ما عمل بونزي هلا لنشوف نحن هلا كمان اللي صار هو لازم نعرف كمان كم شغله نحن بالتاريخ شو بيصير بالدين ليش الشريعه ما بتحب الدين بالفايده نعم لانه ما جايبينا هن ما اجت هي من الجزيره العربيه من وين جايه هي من قبل اليهود كمان من وين جايبينا اليهود العالم بكل واحد بالبايبل انه هن عندهم مونوبول مونوبول ناسين انتم ما بين النهرين حمورابي كان يعملوا بلشوا في 41 دج جوبيلي بتاريخ بابلون وحتى بيطلع رئيس جديد بيقول شو في اعفاء للدين الماضي لانه ما في لانه الدين بيجيب الدين اوكي فهموها مين هلا مثلا فايمار فهموها اوكي فايمار صار يطبعوا وبتعرف شو بصير لما تطبع هلا نرجع نبلش نحن نرجع بالوضع اللبناني بارقام صغيره وما بعرف كانها مضبوطه لانه بتعرف انه بنعرف انه معقول تكون اضرب من ما عم بحكي انه في فكره انه الواحد في يطبع دولار في بنوك بلبنان ما هيك نعم شو شغلة البنك بالعالم اوكي شو شغلتها اوكي شغلتها تدين العالم ليعملوا شو لتفتح اوكي هيدا بيسموها لندنج ما هيك تجي بتطلع انا مثلا طلعت قبل ما اجي على بالانس شيت الامريكان ادي عندهم لندنج في لندنج في شوية تريجري نوتس في حدا في حال حدا تلفن بده مصرياته في كمان بيستعمل ديسكاونت ويندو انه ما انه لي انه في بس اجمالا الواحد بيطلع على ممتلكات البنك ما هيك وبيطلع على من وين جيب المصاري اللايبيليتي بعرف الكلمه باللبناني المطلوبات اوكي نعم ديون اوكي في بتطلع بالبنك بيشوف انه شغلة البنك تدين هي بتبين دغري على البنك هلا واحد بيطلع ببنك بلبنان شو مبين شغلة البنك مش الدولة
مصرف لبنان. اوكي شغلتهم يعطوا بالدولار لمصرف لبنان 71% من المصاري البنوك. هلا نفكر فيها شو عم بيصير اذا بتطلع فيها عن جد شو عم بيصير هون، انه شغله الدوله هي اجمالا انماء الاقتصاد معك. طيب هلا لما تدين صار بيصير شيء اسمه كراودينج اب، لما تدين وتبلش الفايده تعلى صرت تدين تفوت بالسبايرال، بصير بدك انت تدين اعلى من ما واحد، كل واحد منكم بدي امنع كل واحد منكم بدي اسحب كل المصاري انه يكون يربح، يكون انه اشغاله تربح. لانه اذا شغلك اذا فتحت مطبعه عم تطبع فيها كتب باللغه، كيف انه كيف مبلشين لغه باللغه الشاميه اللبنانيه، اوكي نحن فرع من اللغه الشاميه، كتب مطبعه فيك تبيع كثير بتجيب 11%. هيك شغله البونزي انه يمنعك تفتح هالبزنس، اعطيني كل مصرياتك. هيدي عم يسحب، هيدا كراودينج اوت، بصير بيسحب المصاري من البلد وله حوالي 27 سنه، نقول بلشت اكثر شيء زادت من 15 سنه. اوكي تسحب انه الدوله شو عم تعمل؟ الدوله المركزيه شغله الدوله المركزيه تقتل الاقتصاد المحلي، هيدا اول شغله. ثاني شغله بتعلي الفايده، اوكي والوحيد ما في الا انت فيك تربح بالفايده على البونزي سكيم. هيدي هيدا بقول العالم ما بيفهموه. اوكي هلا بنطلع كمان شغله، بيقولوا انه نحن عنا عجز بالميزانيه. اوكي هيدا لما بيحكوا فيه العالم، شو العجز الكبير عنا هي ما مبين. ايه بدنا نفكر فيها. انا شو عامل هيدا هول الارقام من بنك دو ليبان، ما بعتقد مزبوطين لانه في كمان فيك تزيد عليهم بالانجنييرنج ما بينه. ايه credible. اوكي المهم credible مش credible، نطلع نحن بالقصة كانت بتفرق مليارين، اما بتفرق 10 مليار ما راح تفرق القصة. اوكي هلا لما حاطت انت FX liability، هيدا حاطهم بالدولار عند رمسيس، ما هيك شو بيدفع لك؟ شو بيدفع رمسيس؟ ده عم يدفع هلا؟ اوكي 15. اوكي عندهم قبيلهم 38 FX reserve وذهب، الذهب ما بيدفعوا شيء. اوكي نعم ايه نرجع احنا هلا نرجع بال FX reserves. اوكي ننسى نقول قد ايه بنجيب لل FX reserves؟ صفر تقريبا باليورو نيجاتيف واشياء هيك، انه ما في، ما هيك؟ اوكي بقى عندنا جاسبار، توفيق جاسبار هو الآن بيطلع، أنا طلعت على الشغلة خفت لأنه عندنا خسارات. جاسبار بيقول 6 مليارات، أنا نقول 4 مليارات بالسنة. أنا عم ندفع هلأ، ما في بنك مصرفي بالعالم بياخد ديبوزيت بالدولار، أوكي وبوصفة بأقل. الفيدرال ريزيرف تعمل العكس، بتاخد ديبوزيت تبعك بربع بالمية وبتشتري تريجري بوند للدين للدولة بالبعيد بالنص بالمية، عندها بروفيت. ليه؟ عندها بي ان ال. وين البي ان ال؟ نعم مش بس هيك، في القانون اللبناني اللي بيسمح له يعمل عليهم هول الخسارات، في خسارات 4% ما مبين بالفايدة. عالم بيحكوا بنك دو ليبان كذا سرقات هيك، وين هيدا البخش الكبير؟ وين الترو ترو انه البلوعة، هيدي البلوعة، سوري عم فتش على الكلمات. ال 43 سنة بالمهجر بتفهموا انتم شوي. اوكي بال هلا البلوعة نفكر فيها شوي. هلا بهالبلوعة اوكي عم تسحب، كيف في الواحد يوقفها؟ ما في يوقفها، ما هيك صار في لما بلشوا يخبوا لنعرف السبب. اوكي اولا مثل ما قلنا له حق يعمل امورتايزيشن على 35 سنة. نعم سي اي وزع خسارات
ونحن ما حدا شايف بي ان ال يعني ما ضروري يعملها بس في حال رمسيس بده يعملها بيعملها هون اوكي. ثانيا هيدي لسن بقى نحن بنعرف هلا شو المشكلة بس ما نعرف من وين جاية، من وين جاية هالمشكلة؟ نعم؟ لا نسو السرقة، السرقة موجودة وكلها هيدي ايه بس نسو السرقة من وين جاية؟ هيدي بسميها انترفنشن تدخلية، في اشي اسمه بيج. ما بعرف مين حكي عن بيج انه فكرة منيحة نعمل بيج لانه وقتها من 91 ل 2001 صار في بيج على الدولار الارجنتيني، خرب الارجنتين البيج، البطاله طلعت من 6% ل 16% وخلصوا بالبيج 2001. اذا بتحكيهم بعد بالبيج بارجنتينا ما بيعطوك ستيك ولا بديل، ما بتذكروا ايام البيج. هلا ما في بيج بالعالم مشي مع عملة ضعيفة. البيج يلي وين في بيج بالعالم؟ هنطلع اليوم وين في بيج بالعالم؟ نعم؟ ليه الخليج؟ لأنه مصرياتهم مش بالدولار. أوكي؟ بقى لتمنع المصريات الدولار ما يطلع، ما العملة المحلية ما تطلع كتير ببيج. هلأ stabilizing. هلأ اللي بيصير هالشمال إذا بتخلي العملة يتغير سعرها، وعلى اليمين إذا بتعمل بيج. هلا المشكلة مع البيج انه بيكلفك كتير، كل مثل البونزي، هذه كومبينيشن بيج وبونزي ما صارت الا بتاريخ العالم الا بلبنان، هيك رح يكتبوا كتب عنا لما يفهموا الوضع. ما بيصير شيء. بعدين صرت شفت شو صار انه stable till it's not anymore. ليه؟ لانه ما ننسى شغلة، مين جيراننا هلا؟ اي جهة؟ نعم؟ لا لا، هلا جيران اللي نتعامل معهم نقربهم بيشبهونا بياكلوا اكلنا. تركيا اكبر دوله بالمنطقه وهن نتعامل معهم، ما هيك؟ وبياكلوا اكلنا بس نحن اطيب. على عجب نحن اطيب. شو عندهم؟ نطلع نحن شو عاملين شي باج هن؟ لا. ايه بقى بفكر فيها، اذا انت باج بالدولار انه عم تحرق، انه ما بس الفايده اللي عم تحرق الـ كل شيء محلي بينعمل، بس البيج عم بيحرقه لانه لبنان اغلب كثير من كل جيراننا الاصليين. الخليج نحن ما لنا علاقه فيهم تجاريا يعني عدا عن البترول. نعم، ما في حدا يصدر شيء الا الاميون، التانك باميون، زيت باميون 100 دولار، تركيا بتجيبها ب 20 دولار 27 دولار وأميون أطيب، فهمنا كذا بس أوكي. هلأ نكمل نحن، وبعدين اليورو صار نزل، ما تنسى اليورو نزل. أوكي، اليورو راح من 80 للمية 180 ورجع هلأ على 110، ما هيك؟ البيج شو عمل؟ لا، هذا البيج العالم بينسوا إنه هلأ أنا كنت ما تواخذوني تريدر بالعملات، شو نتسلى نحن؟ نتسلى بالبيجز. اوكي، انه نتسلى لانه بيفرطوا البيج. لما انا دخلت بلبنان ولا مره كذا، بس بالبيجز. وبعدين نحن كيف الواحد في يعمل استقرار بالعمله؟ تذكروا انتم لما ايطاليا كانت ايطاليا، الحصونه كانوا حصونه وكان عندهم ليره ايطاليا، ليره البيسيتا الدراخما باليونان، كلهم هول كان في عملات ضعيفه وعملات قويه، ما هيك؟ شو يعملوا؟ يقول لك هيدا باند، نحن ما رح نمنع تتغير بس بنعمل باند ل to stabilize the currency if it devalues too sharp. ما هيك؟ ساعتها بضاعتهم كل شيء، you create some predictability but not you don't take out all volatility. هيدا المهم، الواحد ما بيشيل كل، لأنه كأنه الواحد معه حرارة الولد، بس نحن قررنا انه نشيل الحراره، نخلي الحراره زيتها، اكيد ما الحراره على الفاضي. المشكله في سرطان كامل بيصير لما واحد عنده بيج، ما بيبين المشكله، ما بيبين الا بعدين، الا لما رمسيس بيكون بمونتي كارلو مدري وين وخلص، وساعتها بيبين كلهم، ما هيك؟ هيدي المشكله اللي ببين فيها. هيدي في احكي عن
هيدي مشكلة الواحد. هلا رح أقول لكم شيء هلا شوي أكثر متفائل. إنه المتفائل أكثر عليه أنا إنه الخسارات اللي تمو نحن لا ما في إلا طريقة واحدة نوقف كل العملية، هي هلا نوقفه، إنه نوقفه نمنعه يكمل العمليات، خاصة ما عم يتصرف بصورة عاقلة، لأنه البنوك ما حدا مانع، الدولة ما لنا مانعتهم إنه يعملوا convertibility. بقى إذا في حدا عنده حساب بأمريكا بيقوم دعوة على بنك لبناني ما ردت له، بيحطها بديفولت، بيروح عند كورت عند أي جاج بنيويورك، يبول ات ان ريسيفرشيب، وإذا عملت كليرينج بنيويورك خلص all assets frozen. اوكي لما دفعت على I have a current account in New York or in whatever هيك هلا ما بيعرفوا هيدي. اوكي because we relinquish our sovereignty. No, all you have to do the sovereignty to whom? Yeah, but that's not the point of sovereignty. The point is the thing لازم كان يعملوا إنه يطلب من الدولة هي تعمل convertibility، إنه ما فينا ندفع هلا كل الوقت، ساعتها المصير بيبقى لبنان، ساعتها ما بيعود عندك مشكلة. بأنه إذا البنك نحسبت برا. طيب نرجع هلا على الشيء المتفائل. ما كم في واحد هون الأوضة مليانة، بس في عدد صغير من العالم انتفعوا كثير من القصة. اوكي هلا لازم نعرف نحن في مثل دان ازي ذا جريت دان ازي موجود في عالم رفعوا ايديه ثلاث مرات حطوا مليون صاروا 3 ملايين ما هيك؟ اوكي هلا نحن بنعرف شغله انه انا عندي خبريه وحده اشتغل فيها انه 50% من الديبوزيت الموضوعات وقع بين ايدين 1%. نعم؟ اوكي، هلا ليك بيناتنا فينا نغير اللغة، فينا نسميها موضوعات، نحن عم نحمل المحلي، اوكي، طيب، ما هيك مش مضبوط 50% وقع؟ يعني طلع هيدي إذا 1% عنده نص، شفت وين 100؟ يعني 1%، 1 in 100، ما هيك؟ يعني 1 من 500 من اللبنانية عنده 40% من الودائع. وأكيد من الأرباح 1 من 500. يعني إذا بدنا نعمل اللي بيسموه قصة شعر هيركات، أنا أكيد ما عندي حاجة إلى هيركات، بس في كتير من يعملوا هيركات طريقة اللي بنعمل نعم على الواحد على كلهم تدريجيا بيعملوا مثل عودية. أول شيء بتلمهم كلهم بتقول لهم نحن في طريقة هلأ بنعرفها كتير منيح أوكي اسمها مادوف ألوكيشن. ما بعرف كانوا طلعتوا شو صار بعد مادوف. الصغار تبع مادوف أخذوا 100%. أوكي الصغار تحت 1,400,000 والبقية الكبار أخذوا 70% من مادوف. هلأ ما ننسى شغلة، في كتير عالم عندهم مصيتهم بالبنك بل عندهم أرباح. أوكي هن أكتر اللي بيعملون بتجمع المصريات، هيدي كتير سهلة، بتجمع كل هالمصريات بتشوف الأرباح بس قد ايه ربحان انت. اوكي بتحط الارباح سوا بتشوف كان هالارباح بتأدي لنسكر البونزي ما هي؟ اذا زرعت فيه نعم؟ قد ايه؟ لا البونزي اكثر لنشوف الهيركات. هلا البونزي انا بقول لك قد ايه على التمام، في شيء بدنا نعرف نحن قد ايه البونزي؟ في طريقه وحيده اذا عنده عوينات الواحد بيطلع باليورو بوند. قد ايه اليورو بوند؟ 71 عندك 30% هيركات للجماعة تقريبا، في تكنيكاليتيز هون ما هيك؟ تقريبا 30% ما هيك؟ إذا اليورو بوند 50 تقريبا 50% نقول هيك، هيدي ما بدي أعقدها. أوكي لنرجع نحن على هيدي تبع المصريات الهيركات. أوكي بيشيلوا بصورة تصاعدية مثل ما بتعملوا الضرائب التصاعدية ما هيك؟ ما في ضرائب تصاعدية بلبنان؟ اوكي طيب اوكي بدنا نحن خبير بيعرف يستعمل
طيب تشتروا له اكسل لا لا في اكسل بيستعملوه مش هيك اوكي لا لا نوقف هلا نبلش بالاسئله لا لحظه لا لانه في عالم عم بيشارعوا على الموضوع لا لحظه بعد لا اخلص الحيده لناخذ الكيو ان اي اوكي لا اخلص الموضوع انا بعتقد انه هدف لانه هيك الحال بونزي ما في دور دايم يعني بنعرف في بونزي بنعرف انه دايم انه نوقفه بكره نوقفه بعد بكره اوكي وهن اللي عم بيجربوا يعملوا انه اوه انا بعدين بترك صار بعد صار بعد ما تركت انا ما هيك اعطوك وين ما كنت اوكي ال responsibility for the thing is سلامي يعني ومش عن ما عن ما عن عنية عاطلة بس ما بيفهم ما انه قرب الفاك بيكون بجريد انه في فاك وفكر فيها وفكر هيك هدفه يعني ما انه عن قلة it's incompetence pure incompetence nothing else okay so sorry I know arrogance is okay I'm very arrogant but this is okay incompetence هلا نرجع كيف الواحد انا بعتقد انه في لبناني من 500 رح ياكلوها اوكي ومن هاللبناني من 500 بياكلوها منهم كمان في واحد يطلع بالواحد من واحد من من 20,000 كمان فينا نطلع من الحسابات انه من هي اذا انعملت هي انعملت بطريقه مضبوطه مع خبره مثل بيعرفوا يعملوا مثل بونزي الوكيشن لانه قد ما صار بونزي بالعالم الناس تعمل الوكيشن اوكي بتجيبوا خبره على البونزي الوكيشن وبتشتغلوا فيها هلا لنعرف قد ايه الهيركات كانوا 30% اكثر انا ما 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 بعرف الاعداد لانه مع الفاينانشال انجينيرنج ببلش دوخ انا دغري بدوخ وما بفهم طيب بتشكركم انا لسمعتوني للخص بلحظتين اول شيء حكيت فيه عن المحليه مش لا not to build a political system for لفرجيكم مبدا المحليه ليه حال الامور كثيره ببلجيكا وبسويسرا مثلا وكثير محلات المحليه منعتهم من المشاكل اوكي هيدا اول شغله ومشاكلنا بتخلص والمحليه لازم تنعمل على مبدا جغرافي مش على مبدا طائفي هيدا اول شغله اذا عملناها على مبدا جغرافي الطائفه حر يكون طائفه والغير طائفي هلا اذا بدك ضايعه تكون طائفيه كمان اوكي حسب القوانين بس اجمالا ما في شيء بيمنع لك يعني دينك ولديني او انا ديني سيكولر اوكي هيدا كانت الشغله الثانيه حكيت عن البونزي لقلكم اولا في بونزي ثانيا لازم يتوقف ثالثا عندنا حلول لانتفعوا اكثر شيء من البونزي هن ياكلوا ما ياكل الشعب العادي بعدين لقلك شو بيصير انا كتبت انتي فراجيل حكين فيها حكي دان فيها شوي فهم دغري لان انا كاتبه جاي من لبنان فهمين انا كيف في شيء ينبنى ستريسر بقوي ما هيك لما يوقف هيدا البونزي الحياة الاقتصادية بلبنان بتنتعش كتير لانه طلع خبرة اللبنانية والتعليم اللي عندنا اياه نسبة لغير البلاد نسبة لتركيا شو هني احسن منها اوكي بقى هيدا عم بتطلع وبعدين عندنا كتير طاقة بالجنوب بالبقاع كلها بشمال لبنان اللي عم بيصير بس ليوقف هيدا البونزي ننتعش وانا بعتقد مشاكل لبنان ما بلشت هلا خلصت هلا ما نكون في Q&A في Q&A هلا اذا بدكم وفي حضره في حدا سال الريكتور سال اوكي في اسئله هلا بدنا نمرق الميكروفون نعم اما اذا يعيط الواحد كمان احسن من الميكرو ايه اول سؤال هون شيوعي هون ايه بس لحن لأسألك سؤال صغير لألك شيء هو السؤال عبارة عن جملة مع تخلص ب شو بسموها اكسبلانيشن مارك نعم بكوانتر بعلامة استفهام مع خطاب هي جملة ايه
لأن الشيوعية بعضهم بيعطوا بيخطوا بيت يعني أوكي. نعم نعم من داس من داس بس عندي سؤال كان هي لوكاليزم نعم شو كيف يتفق على شو سنترال وعلى شو لوكال لأنه بسويسرا الأرمي فورين بوليسي ناشونال سيكيورتي هو اللي سنترال إيه أوكي لأقول لك المبدأ المبدأ ما بلش مع سويسرانية المبدأ بلش مع الإمبراطورية الرومانية سؤاله اوكي بعيدكم السؤال انا اذا بسمع وبزعبل شوي ونغير هو سالني مين بيقرر لمين الجيش ولا انه اي شو باللوكاليزم لتحت وشو بيطلع لفوق وجوابي هو معروف من اسمه سبسيدياريتي هو مبدا الكنيسه الكاثوليكيه لانه وقتها الكنيسه الكاثوليكيه ما عندها كان مواصلات وهن والكنيسة الكاثوليكية ما تأخذون كان عندهم كم بابا منهم منيح أوكي بس مع أنه هيدا ومع هيدا كله الكنيسة هيدا منا جاية أنا بسأل العالم لما بسأل بالإنجليزي What's the longest living organization on earth? No, how old? بسألهم how old? إيه بيقولوا لي 2000 سنة بيقولون لا 2400 سنة Roman Republic هيدا هي بلشت بروما هي قصة إذا الواحد بيطلع كيف كانوا يعملوا الرومان لأنه عندهم محلات بعيدة هيدي مبدأهم كان سموه subsidiarity as follows بتبلش تعرف كأنه فيك تعملها محليا إذا ما فيك تعملها محليا تعملها provincial بروما بروما provincial province وكذا هيدي تطلع على البروفينكيا اوكي بتطلع من هونيك من هونيك من هونيك وكل الاداره الرومانيه كان مبنيه على هيدا اوكي بيبقى بالنهايه عندك الكونسل وكذا هول ما هول كل شيء بيعملوه بين بعضهم انه سياسي بين بعضهم يعني انتريك فهمت لانه كل ما تطلع لفوق كل ما خف الشغل هلا سؤال غادي ايه هلا انا باخذ نسوان قبل الرجال بس هلا هيك غادي ايه شو سؤالك اوكي سالتني ليه ما بيسموه بونزي سكيم اوكي المبدا ذاته ما لحق بس they're basically just given their interest but the money is pocketed whereas who here in PDL the money was given okay. was invested okay I'm telling you ما فينا نسميه بونزي okay the economic characteristics are ponzi so whether the definition of ponzi for Charles Ponzi is a little different طب سؤال تاني لا البونزي انا بعتبر بونزي هيدا بسميه بونزي انا كل شيء عنده هيدا ذات سبايرل لا انه بدك كل مره تدفع اكثر اكثر لتجيب مصاري because you deplete previous money that's the dynamics no بس انه basically this okay. money is taken it's being pocketed rather سؤال تاني كانوا اوكي مين غادي كان واحد كان بلش يحكي غادي ايه اللحظة هو وبعدين انت بعدين ايه هاي هحكي لبناني اذا بدي اخلط اللوكاليزم سؤالي يعني بين اللوكاليزم والبونزي هلا نحن واقعين بمشكلة كميدسان اما كانفان دان ميدسان عندك دائما شورت وميديوم ولونج تيرم تريتمنت كفينانسيي يعني بحكي ايه قبل ما نوقف رياض سلامه ونحطه بالحبس لا وقفه من اللي يعمل بونزي خليه بمونت كارلو كيف السوليسيون إيه؟ لانه البلد بعد جمعتين ثلاثه اوكي لا كمل لك انا هيدي حكي معه انا اللي اعطاني فكره انا غادي اعطاني فكره عم يفسر لي انا هو اعطاني فكره الديستريبيوشن عم بيصير انه من زمان من شيء 4-5 أشهر خبرني انه العالم عندهم بيستعملوا بروميسوري نوت من مثل تشيك ما بيحطوه بالبنك انه الي ثقه بهيدا اكثر من هيداك طلع هيدا على اليمين اي سيستم فينا مالي بيناسب على اليمين بلوك تشين بالبيتكوين ما في دوله ما هيدي هي من هيك جيت انا على اللوكاليزم ناطره هيدي بالبيتكوين بالكريبتو كرنسي هلا في كثير عالم ما بيعرفوا كريبتو كرنسي حتى انا ما بفهم انه انه شيء انا بفهم كريبتو كرنسيز بس المهم بالكريبتو كرنسيز انه في الواحد انه المال شلناه من الدوله اوكي
وصاروا العالم يتعاملوا في كثير هلا كثير قوي الكريبتو كرنسيز كدفع من عايز الدوله نعم بير تو بير هلا طلع هون صار على اليمين ولا على الشمال سنترلايزد نتورك اذا واحد عمل غلطه بالنص راحت هون المشي بالبيتكوين انه كثير موزع البيتكوين هلا سيستم ثقه فيه انه الواحد لا يقدر ياخذ كميه كبيره من البيتكوين مش مستحيل هي صارت مستحيله بقى بيتكوين بمثابه اللي عم يصور انه انا مثلا ما بدي استعمل مصاري الدوله لانه دولارات الدوله هي دولارات ما لها ثقه فيها بس دولارات جوات لبنان تبع البنك المركزي بحط انا شيك على بنك اجنبي وشو جايره من واحد لواحد لواحد مثلا as a promissory note backed by this one this backed by this one ايه مزبوط مزبوط عم عم عفي اوكي هو الفرجه بالبلوك تشين انه كمان البلوك هلا ما بدي اعقدهم لانه انا وعدوني انه ما احكي لما بحكي في ناس بعقد وعدوني ما اعقدهم قوه البلوك تشين انه عندك نعم ما انه ما اعقد الامور اوكي Okay, there are checks and balances with blockchain because the triangulation of the transaction. Okay. Okay. هذا المهم. بقى بعتقد إنه نحنا إنه منع رمسيس منع البلوكشين إنه لأنه خايف منه أكيد لأنه صب لأنه إشي راحوا هلا المهم من هلا إنه نحنا نتعلم الكريبتو لأنه شايف دولتنا ما لنا ذكية مثلنا نحنا. مثل ما برهنا collective intelligence in Lebanon is vastly greater okay individual intelligence than in state بقى والبلوكشين أأمن بكثير مصرياتك محفوظة وما في كذا وما في لعب فيها وما في حدا يخبي عليك شيء هلا سؤال أنا سؤال فوق بدي اسأل أي سؤالك إيه كورتير أنا ماني بالسياسة بعمل لك لونتير انا اللي بعرفه انه روح ابلش انت هلا بالكريبتو على الديلي بيسس ليك انا هلا مثلا بروح بشتري شيء بامريكا بدي ابعث لك مصاري بعطيك ابل باي بسرعه بننقل من حسابات بعضنا ابل باي ما هيك ماني داخل بالحكومه الامريكانيه وما في امريكان اكسبرس ما في شيء في ابل بس كابل فون اسمه ابل باي لانه التليفون هو المود مثلا اللي عنده حساب برا في يدفع ابل باي هون الابل باي فيها زيرو كوميسيون ما هيك في مثلا مثل كريدت كارد مع زيرو كوميسيون بتدفع هون ما حدا بيشارعك ما هيك هي في ابل باي في تكنيك شي 70 80 شركه مثل ابل باي ما بدي اتدخل بالتكنيكاليتيز هلا الا انه هيدا الوقت الوقت ما في من نام هون اذا ببلشوا بالبيتكوين العالم اذا عندك سؤال بيتكوين خليه لغير سفره لانه اما احكي مع اصحابك لانه اذا بلشنا بالبيتكوين من نام هون اوكي نعم بدي اسالك سؤال على المحليه هلا فهمت انا من بريكيبيا ومن البرزنتيشن انه هي مثل هيكليه سياسيه الديسيجن ميكينج تبعها بيصير على مستوى محلي اوكي عظيم هلا هالموديل على سويس كمان واحد بده يفكر انه عنده غير اشياء بسويسرا كمان مش بس محليه عندهم جوديشيري قضاء نزيه مستقل وفعال ويعني هذا الشيء يعني كانوا نحن بعاد عنه هيدا اوكي هيدا السؤال لنرجع نبلش اوكي المحليه تطبق من بكره بقرارات تنعمل بالبلديه انه يعطي اذا عطوا البلديه حريه المي والكهرباء وهن بيقرروا كانوا بدهم يعملوها وحدهم يعملوها مع شركه يعملوها مع بلديات ثانيه كذا ببلش هلا انا نعقدها بالليجل ستراكشر لانه سويسرا لهم بالمحليه تبعهم لهم 300 سنه اوكي نحن بعدنا مبلشين بعرف اني ما بدي اعقدها بقول لك ما بدنا نعقدها طيب اتس اسينشال يعني اتس اسينشال بس ما بدنا نعقدها نبلش بشغله ما في اعمل انا ما بدي اجي اغير الدستور اللبناني اليوم في شيء اسمه هيوريستكس منبلش صغار بالاشياء الصغيره هلا انا حلمي انه ينعمل مثل جورجيا تجي حكومه جورجيا اجت حكومه عمرها مثل 21 و32 سنه
دراستيك مثل الثوار بدهم شالوا كوربشن شالوا كل شيء واكيد شالوا من الليجل سيستمز تبع الريجوليشن تبع السوفييت وإشي هيك بقى هيدا هي في سؤال ثاني نعم. في سؤال انت ايه في افلاطون بكتاب الريبابليك بيحكي عن الفيلسوف الملك او الملك الفيلسوف أيه. سؤالي لك ما بتعتبر مش عم بحكي عن مناصب انا ما بتعتبر انه حضرتك وناس مثلك لازم يكون لكم دور اقوى من بال بال بالوضع باللبناني هلا لا انا لانه الثوره بس سوري هي مثل بلاك سوان اذا بلقطناها هلا يمكن حتعطي النظام قوي اكثر يعني حيقول لك لا لك كم شغله عم تصير بلبنان الحل هون على الثوره اوكي وبعدين مش عم ياخذ اللي عم يصير بالثوره شغلتين عم تصير انه في الله خلق فيسبوك اوكي وكذا صار العالم يفهموا اشياء ما كانوا يفكروا قبل علاقاتهم مع العالم ما عادت تمرق فهمت علي هيدا اول شغله واللي عم يصير كمان هي الجيوبوليتكس ما بتهم العالم ايام السلم وايام المجاعه هلا تتذكروا تشرشل هو أكبر أعظم رجال التاريخ إنجلترا الحديث شو عملوا فيه لما خلص الحرب؟ راح على البيت راح على البيت بعتوه على البيت مش راح على البيت أوكي دوغول شو عملوا فيه؟ بعتوه على البيت أمتين سردو عملوا له في حرب الجزائر تعال هون نحن بنعبدك وبعضهم بيعبدوه بيعبدو بس مش إنجلترا تبع تشرشل و جورج بوش الأول هو اول واحد تيرن كان البوبولاريتي ماكسيمم تبعه عمل حرب ربح الحرب خلص الحرب شو قالوا له قالوا له على تكساس هون هون تروح اقعد هوني المناخ بيناسبك اوكي هيك بقى اللي بيصير هذا اللي عم يصير بلبنان انه في عالم بنعوزه وقت الحرب ما بنعوزه وقت السلم والعالم شبهوا من هالجيوبوليتكس كمان انه العالم صار يعرفوا اشياء كثير محليه هيدا اللي عم يصير هلا البطاله عاليه بس انا مشكلتها انا بعتقد انه المشكله الكبيره عندنا اياها هي بنك لبنان مش المشكله اللي عندنا اياها انا بعتقد هذا اللي عم يمص كل الاشغال الشعب هي البونزي تبع البونزي لو شو ما بسميها بونزي اوكي بيسحب ليكويديتيز وكل ما سحب ليكويديتيز كل ما الجبل يدفع اكثر نعم انا لك انا شغلتي لفسر لك شغلتي كل واحد شغلته شيء انا شغلتي علم امو ستاتستيك وامو سيستمز اوكي وروح اميون اكل كبه هاي شغلتي ما شغلتي اجي امو رئيس بشرت المستعم جي اعمل مدير اما ما بتمشي الحال لانه شغلتي انا اذا كذا ابعت معي واحد بدلق له مي على راسه ما بتمشي بقى كل واحد انا طبعي ما بيسمح لي ادخل بالسياسه لا هاول البريشر جروب بيعملوا لك اياه كل يوم اورجانيك رولان طب هو راي هو صاحب الصاله هون ايه رولان ايه ريكتور حضرتك نعم انا لحول الصراحه بكره الانتلكتوال لانه الانتلكتوال تبع الثوره كلهم راح يصيروا سوشالست كلهم دي لايك ذا ستيت وكلهم هيك بدك الوحيدين اللي ما كانوا سوشالست هن تبع الروز ريفولوشن تبع روسيا تبع جورجيا لانه شبعوا من السوشاليزم بقى نطلع شو اسمه شرب الفنزويلا وقال لهم كلهم شو اسمه شرب الفنزويلا وكلهم هول انه بدهم ياخذونا يعملوا لنا مثل فنزويلا وكذا ايه هيدا المشكله عندنا يقضي اياها مع الانتلكتوال بقى وبعدين انا ما بحب الانتلكتوال انا زلمه كنت تريدر وبحب اقرا كتب وبكتب كتب بس ما بحب الانتلكتوال بقى نشيلهم من انا عم حرض العالم يغيروا كم قانون وشيل البونزي اذا راح البونزي بتعرف اذا راح البونزي وعلى حال هلا بعد هلا اذا ما وقفوني على ديفاميشن اسمه ما هيك اهانه رمسيس ال 12 اوكي بقى بس ليك هيدا انا لابس سمير رمسيس بكره قال في مشروع كان يحنطوه بعد ما يموت ويخلوه هنيك من هيك رمسيس 12 نعم حكيم ايه
ولا ايبي جينيتكس ولا مشكله بلديه ولا مشكله انه ما بيعرفوا يديروا البلد ما بدهم يديروا ولا سياسي. انا عمري 64 سنه سنه الوعي تعود للسبعينات كل الزعماء ما كان هدفهم الاساسي والبرسيبال الاردني انا رح لك شغله انا رح لك شغله انتم متشائمين اكثر مني انا متفائل اكثر لا لانه اللوكاليزم في لبنان خلق مع مين وين لا خلق بجنوب لما الدوله هملتهم وطلعوا هن وبقول لك لهلا بيعرفوا يعملوها وبيعرفوا يعملوها احسن من غيرهم اوكي ما في شيء عاطل بالصفة الطائفية انا بقول لك ما في شيء عاطل فيها طالما عملناها جغرافية لا الطائفية بس انت باللوكاليزم عم تحكي انا ما عندي مشكلة يكون كل الرؤساء والوزراء لا 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 نرجع كلمة لوكاليزم لنبلش كلمة لوكاليزم الحكيم عم بيقول لي بدي كل الرؤساء والوزراء لنرجع كلمة اذا كنا بدولة لوكاليست رئيس الجمهورية هو بس واحد بيستقبل العالم على المطار يعني كليرك يعني لانه فكر فيها حدا بيعرف رئيس جمهورية سويسرا مين رئيس سويسرا هيدا هي هيدا الدولة الناضجة اللي ما بيعرف رئيس اسمه رئيس البلد ما هيك سؤال اقتصادي هيدا هي اذا عملنا ملك هون اوكي ما لازم ما بتفرق من هيك بلاد اللوكاليست مثل عندهم اوقات ملوك لانه ما بتفرق نعم بسيم بليز بدي اسألك بخصوص البيك هل تعتقد انه البيك كان بحد ذاته سياسي انه شو البيك بحد ذاته كان سياسي اما نتيجة لا لك شو ما بعرف ليه عملوه البيك ومن وين اجى انا يا الله قال له بس تخلي سؤال اذا تسمح او كان نتيجة غياب سياسي اقتصادية على مدى عقود يعني أنا سياسة اقتصادية ومالية على مستوى لا لك شغلة انا بعتقد شو ما كان سبب الفاق انا بعتقد الفاق انعمل عن عدم شو بيسموا الكافئات lack of incompetence because لانه ما في there's things that are crazy never attribute to malice they can be just explained by incompetence طب اذا اليوم لغينا الفاق ايه بتقديرك شو الكومباريتيف advantage تبع لبنان اليوم ليقدر هو ينتعش علما انه اولا لا اسالك سؤال لك سؤال البيك كلفه بين ال 4 مليارات ل 7 مليارات بالسنه بتدفع انت 7 مليارات للبيك انا ما عم دافع عن البيك بس بدي اسالك اذا لغينا البيك بتقديرك شو الكومباريتيف ادفانتج تبع لبنان انا ما بق... انا بعرف انه انا ليك انا زلمه اقتصاد كمان اوكي لا ارجع كم شغله انا زلمه بسيط بعرف انه ستيب اي لا ستيب بي هلا ستيب بي هلا مين سؤال اللي بعده جاوب اوكي لا 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 لحظه لا لا لنصلى لا لا بشيل الميكروفون ستيب بي واحد بي كل واحد بده يحل لي انه غير الدستور انا لا انا بعرف اشياء صغيره ستيب بي انه نوقف البيج ونشيل الميدوف لما نضايق العالم الصغار ليقدروا يبعثوا اولادهم على مدارس في قبرص ما هيك اوكي هذا المهم ستيب بي بعدين ليه عملوا بيج نلاقي عالم مارخين في عندكم ديبارتمنت ايكونومي بحطهم هن وبيكتبوا بيعملوا كله هون كذا كذا اوكي بيعملوا كله هلا على الشيء نحن نعمل فعليا شو لازم ينعمل اول شيء لازم ينعمل انه حدا يكون عنده adult supervision لرمسيس لانه ما هيدي هي اوكي سوري مرة بعدين مرة هي مرة سوري اوكي انا في مرة هون اول شيء بعدين انت ايه بدي اسال اذا شوي تغير الحديث اذا سويسرا انتي فراجيل بنظرك حسب كيف كان شو بسميه انتي فراجيل لشو للشوك ل هلا سويسرا انتم ما معكم خبر انه سويسرا انا اللي جربوا يعملوا لبنان كمثل سويسرا ككابيتال فينانسيير ما فهمانين انه سويسرا عندها ما في شغله ما بيعملوه وبيعملوه منيح بقى شغلتهم اللي بتعملوا ساعات بعد بيبيعوا ساعات منيح لما صارت الكريزة ما هيك صاروا بيعملوا ساعات منيح لما اجت الكريزة هم بيضل يعملوا عندهم في 15% شركات توب بالغرب سويسرانية عبلد هالقد اوكي بالفارما بكل شيء بقى نحن سويسرا بتحمل شوك وحملت شوك لانه اغتنت من الحروبة وبيغتنوا من السلم سو اكثر من انتي فراجيل مين سؤال انا بفضل مره الو 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 نعم
الو وين 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 فوق 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 على اليمين الو 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 اه انت عندك لحيه التايتل تبع الستوك واضح اكيد قبلت فيه لو ليبان دو بونزي او لوكاليزم بلشت لنا باللوكاليزم فهمنا وصلنا على بونزي ما ضاعت الطاسه وشو كيف معلقهم سوا ما فهمت اوكي وسالت هون شوي حوالي ما كان طيب اوكي ما هلا بنطور انا ليك اقول لك انطور وبتشوف العلاقه ما لها خسره هلا العلاقه باللوكاليزم التايتل تبعك هيدا بونزي جبت بونزي خلصنا فيه بس بدقيقتين شو بنعمل فيه هيدا إيه ما في بونزي؟ مين طفى الضوء؟ إيه؟ الكهرباء. إيه هيدا هيدا أوكي لفرجيك أنا. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا النقل المباشر من هذه الندوة الاقتصادية في جامعة القديس يوسف ونكون بعد قليل بعد لحظات بنشرة الأخبار.